بلشت ارسم عمري 14 مع تي شيرتس، وبعدين صرت عم برسم مع كل شيء من ضمنهم الحيطان، لانه الجرافيتي هي عم تعملي كوميونيكيشن مع الناس، يعني ما بتعرفي مين رح يشوفها وكيف رح يترجمها، كيف رح تاثر بحياته هيدي المسج او اي جواب رح تعطيه. اخر عمل جرافيتي لإلي كان ببيروت، سميتها The Face of the Revolution، يلي هي بيست على صوره اخذها روجين كارزي الفوتوغرافر اول يومين بالثوره لشاب كان على الطريق. والصوره يلي عملتها هي ماسك، ورا هيدا الماسك فيكون حيلا حدا منا عم بيعيش حياته من برا انه حياه طبيعيه، ومن جوا كلنا بنعرف انه مش طبيعيه. سو هيدا الماسك من برا بفرجيك السكوت او عدم الرضا، فيه صمت، وجواته العيون فيهم كل النار وكل الحب للتغيير. واللوكيشن هي سينما، وبنص الثوره وين عم بيصير الحركه المضبوطه، لانه عندك جيل جديد طالع، والجيل الجديد يلي طالع كله فنان، وعم نشوف قد ايه في فن عم يطلع من ورا هالجماعتين هول، الفوتوغرافرز، السينجرز، الارتست، وكله محمس على التجدد.